خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية لطب الأسنان بالرباط، أكد رئيس الحكومة عبد الله بن كيران أن من شأن نجاح قطاع طب الأسنان أن يسهم في إنجاح المسيرة التنموية ويكرس التقدم الذي يعرفه المغرب في عدد من المجالات. نحن نعول عليهم ليقوموا على مستوى الطب العام، هؤلاء أطباء القطاع الخاص أن يقوموا بدور كبير على مستوى الطب العام، باعتبار المواطن العادي لا يملك الإمكانيات ل يعني يكون من زبنائهم بطريقة عادية، فإذا لابد من البحث عن صيغة ونحن نتقدم في هذا. المناظرة التي تنظمها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان بشراكة مع وزارة الصحة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تتميز أيضا بتقديم الاستراتيجية الوطنية لتنمية صحة الفم والأسنان الفترة ما بين 2015-2025. المناظرة هذا العام جذبناها بواحد استراتيجية على 10 سنوات اللي استغلت عليها الهيئة ووزارة الصحة والمتدخلين ديال المهنة، غادي نخدموا عليها ونقدموها للمتدخلين المناقصة ديالها ونخرجوا بدي توصيات. وعلاوة على ذات الاستراتيجية، تناقش المناظرة أيضا موضوع تطوير قطاع صحة الفم والأسنان من خلال محاور تهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحد من الممارسة غير القانونية لطب الأسنان والحماية الاجتماعية لطبيب الأسنان، إضافة إلى قانون ممارسة مهنة طب الأسنان.